في هذا المشفى يخضع عشرات من الطلبة والمعلمين الذين نجوا من هجوم طالبان على مدرسة تابعة للجيش لجلسات علاج نفسي مكثفة، إذ لا يزال الطلاب يعانون من صدمة وأعراض اضطراب عصبي بليغ، ناهيك عن أحلام مروعة سلبت كثيرين منهم قدرة النوم. فالواقعة لا زال أثرها كبيرا ولم يستفق بعد من كابوسها سوى القليل. يعاني الطلبة الآن صدمة كبيرة جراء ما تعرضوا له، وسيكون لها تداعيات نفسية على الطلاب. ما نقوم به هنا هو مساعدتهم على تخطي هذه المحنة بطرق صحية حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية والاستمرار في مسيرتهم التعليمية. محمد طفل في 14 من العمر، فقد شقيقه الأكبر في الهجوم، إلا أن أسرته فضلت إخفاء الحقيقة عنه خشية تعرضه لمضاعفات قد تؤثر سلبا على حالته الصحية. محمد بات يخشى العودة إلى المدرسة، فهي أصبحت بالنسبة له مكانا للموت. جلسات العلاج من الصدمة النفسية وتبعاتها لم تقتصر فقط على الناجين من الطلبة والكادر التدريسي، وإنما أيضا شملت من شارك من الصحفيين في تغطية أحداث الهجوم. فهنا في هذا المركز الذي أنشأته جامعة بيشاور يخضع العشرات من الصحفيين إلى جلسات إعادة تأهيل نفسية. زيشان أنور صحفي طرق باب هذا المركز لعله يجد ضالته من علاج ينسيه حول ما رأى. عندما رأيت الجرحى من الأطفال والجثث التي عمت المكان وآثار الدماء تأثرت بشكل كبير، وعندما عدت لكتابة التقرير بدأت بالبكاء ولم أستطع تخطي الأمر منذ ذلك الوقت. ويأمل القائمون على مثل هذه المراكز الطبية أن تساعد هذه الجهود في عودة حياة المتضررين إلى مسارها الطبيعي، رغم إقرارهم بصعوبة المهمة. من مدينة بيشاور، عبد الله بهلالة، سكاي نيوز عربية.